اذا هون عندنا هاي اخذنا السكوير ويف الاصليه، والسكوير ويف الاصليه البيك تبعها او الامبليتود تبعها بلس ام فولتس او امبيرز او اللي بدك اياه، وماينس ام ولها بيريود كابيتال تي سكندز، فالفريكونسي تبعتها واحد على كابيتال تي. اجينا قلنا هاي بدنا نقسمها لسيجنالز مختلفه. لما اجينا طلعنا وجدنا انه البيك تبع الاول احنا طلعنا انه الكوفيشن تبعت الساينز ساين ان اوميجا تي ضربناه في 4 كابيتال ام على ان باي، واذا للاول راح تكون ساين اوميجا تي، وهون ان واحد مش هيك، فبتصير 4 ام على باي. هيو هذا البيك وهذه راح تعطيني البيك، الكوفيشنز هذول راح يعطوني البيك، ف 4 ام على باي فبتصير 4 ام على باي، 4 على باي 1.3 تقريبا او اقل شوي، ولذلك هذا البيك اعلى من ام. ولاحظوا هلا هذا شو بيعمل، اذا بدنا نحكيها باللغه العاميه بلغتنا العاميه الفاندمنتال، هذا عم بعبي المنطقه اللي هون. لاحظوا انه ان فيز هذا الساين ان فيز مع السكوير ويف وعماله بيعبي المنطقه هاي، بس انا وين عندي هلا نقص صار؟ وين عندي زياده؟ عندي زياده هون وعندي نقص هون وهون. فاذا بدك كمان تحكي فيها بلغتنا العاميه، في عندي بحاجه انا للويف فورم، شو تعمل الويف فورم هاي؟ تعبي المنطقه هون وتعبي المنطقه هون، مين احسن ويف فورم بتعبي المنطقه هدول؟ هاي الثيرد هارمونيك، هل هي فعلا ثيرد هارمونيك؟ هاي 1 سايكل 2 سايكلز وهي 3 سايكلز، كانه هذا هون مش كامل لازم نكمل لهون، او خلينا بلاش اصغرها هلا راح يخرب الرسم. اوكي هاي عملت 3 سايكلز، اذا كونها عملت 3 سايكلز خلال السايكل الوحده تبعت الاوريجينال ويف فورم فهي ثيرد هارمونيك. البيك تبعها راح يكون من هون من ان، مش هيك؟ مش راح اسمع 3 فراح يكون ثلث، فهذا الارتفاع بده يكون ثلث الارتفاع هذا من هون. شو عمل هذا؟ عبالي المنطقة هاي وعبالي المنطقة هاي، ونقص على فكرة المنطقة هاي كمان، طلع كيف المنطقة هذه من هون، نزل من هذا شوي. بعدين اجينا قلنا لسه عندي هاي المنطقة فيها نقص، لأنه الثالث ساعدني هون بس ما بيقدر يساعدني هون، ولا بيقدر يساعدني هون، وبينهم كمان، مين استعملنا؟ هاي الخامس، والخامس راح يكون خمس القيمة هاي، والسابع، وكلهم على فكرة إن فيز، لأنه ما كانش عندي كوساين تيرمز، متذكرين؟ كانوا كلهم ساين تيرمز. فكانوا كلهم ساين تيرمز. هلا اذا بدينا نبني هدول نجمعهم شو المفروض يبدا يتكون عندي؟ المفروض يبدا يتكون عندي سكوير ويف. فاذا جمعنا عدد من التيرمز، انا مرات كنت اجمع مجموعه منهم وبعدين هي بدينا نعمل الريكونستراكشن. اوكي؟ هاي السيجنال اللي موجوده هون هي مجموع هدول، مجموع السيجنالز الاول، اظن هذه فيها مجموع الاول 49 هارمونيك، يمكن هلا بنشوف كم هارمونيك هون احنا جامعين. إذا هي السيجنال الأصلية اللي هي سكوير ويف. هلا لسه في عندي شوية مشكلة هون وفي عندي شوية مشكلة هون، مين هدول بيعدلهم؟ طبعا من ناحية نظرية ما بوصل لسكوير ويف إلا لآخذ انفينيت نمبر، بس احنا العدد اللي ماخذينه هون قديش؟ 15، يعني ذا فيرست 15 هارمونيك، بس طبعا ال 14 وال 12 مش موجودين. اوكي؟ فاحنا أخذنا يعني أول الفاندمنتال، هلا الأول دائما بنسميه الفاندمنتال، وهدول راح يكونوا هم المضاعفات الاود 3 و5، فاحنا فعليا ماخذينه سيجنال 2 3 4 5 6 7 8 9. لما جمعنا التسع سيجنالز هدول طلع معي هذا الشكل من هون. لو كملت طبعا لو كملت لل 23 او ال 25 هارمونيك او السبعة، عادة معظم الناس يا بكمل ل 25 او بكمل ل 49. عادة معظم الابلكيشنز بيعتبروا اذا انا وصلت 49 معناها تقريبا انا عبيت معظم الانرجي الموجوده بالسيجنال. في شيء ثاني كمان انترستنج هون طلع عليه، الار ام اس، اذا الباور نفسها بدها تكون بنفس السيجنال، اذا الار ام اس اللي موجود بالسيجنال الاصليه لازم يكون نفسه هو عباره عن الار ام اس او مجموع الار ام اس اللي موجودين بالهارمونكس، مظبوط؟ فالمفروض اذا اخذت الار ام اس تبع كل هدول، طبعا انا اللي بيطلع معي من هذا من هاي المعادله ايش؟ الار ام اس ولا البيك؟ 4 ام على ان باي، واضح انه بيك هيو باي ديفينيشن هو البيك، فهو مش الار ام اس، حتى احوله للار ام اس شو بدي اعمل؟ بقسم على جذر الاثنين. فانا اللي عملته هون بهاي السبريد شيت اخذت البيك تبع الهارمونيك وقسمته على جذر الاثنين، هو انا عامل العكس هون مش مشكله. هاي هذا صار عندي الار ام اس للاول اللي هو 127 على جذر الاثنين، 42 على جذر الاثنين، 25 على جذر الاثنين، كل هدول طلع معي الار ام اس. هلا باخذ الار ام اس هدول بجمعهم
اذا جيت انا هون ماخذ ام بتساوي 100 فولت، قديش الار ام اس على فكره للسيجنال الاصليه؟ طلعوا على شكل السيجنال، هل هي ساينوسويد ولا سكوير ويف؟ قديش الباور اللي موجوده خلال الفتره هاي لو عندي ريزيستر قيمته 1 اوم، قديش الباور اللي بقدر اخذها من هاي السيجنال؟ 100 يعني هذه 100 مش هيك؟ 100 تربيع مش هيك بتصير؟ 100 تربيع في ار، وهون ناقص 100 تربيع في ار مش هيك؟ هذه مش ساينوسويد، لو انها ساينوسويد شو بتكون زي ما انتم حكيتوا؟ على جذر 2، لكن هاي قديش الار ام اس تبع هاي السكوير ويف سيجنال اخذناه حكيناه بالهرمون بالهذا هذه ام نفسها اللي هي 100، هاي ما في فرق بينها وبين كونستانت دي سي، هاي السيجنال من ناحيه الار ام اس ومن ناحيه الباور هاي ام وماينس ام مطابقه تماما لسيجنال زي هيك مضبوط. هل في فرق بين هذول التو سيجنالز من ناحيه الباور؟ بس في فرق بين ساينوسويدال سيجنال ودي سي سيجنال، اوكي؟ اذا هاي السيجنال الار ام اس تبعها 100 السيجنال الاصليه، المفروض اذا جمعت ربعت الار ام اس تبعون كل السيجنالز الهارمونكس وجمعتهم واخذت الجذر التربيعي يعطوني هاي فعلا بيعطوني هون هي هذا عباره عن سكوير روت لسي 15، وين سي 15؟ سي 15 هيها، هي هذا مجموع مربع الار ام اس تبعت كل السيجنالز اللي هون، فربعنا كل الار ام اس تبع كل السيجنالز كل الهارمونكس جمعناهم اخذنا الجذر التربيعي، شو المفروض يعطيني؟ يعطيني الار ام اس تقريبا هون لاني مش ماخذ غير ل 15 اعطاني هون 98، لو اخذنا كمان بيقترب من القيمه الاصليه اللي موجوده